مستر مانويل جوزيه. كل المقارنات دلوقتي مستر مانويل جوزيه فايلر، ان هو يعيد امجاده وان هو يعني هيعيش نفس الحاله اللي عاشها مانويل جوزيه مع النادي الاهلي، هل ده انت شايفه؟ انا شايفه يعني احنا البدايات بتاعت الراجل مستر فايلر طبعا بدايات كويسه جدا. انت اكتر واحد تقدر تجاوب على السؤال ده. اكيد الناس كلها كانت متخوفه بس من مستر فايلر اول ما جه، لا بيقولوا ما عندوش سي في، سمعت يعني كلام كتير قوي ما عندوش سي في، مش عارف جايبين المدرب ده ليه، لكن الناس شافت هي اول 6 7 ماتشات الحمد لله عامل نتائج كويسه. واي مدرب بيجي لفرقه كبيره مهيب عايز ينجح، حكايه التوفيق وعدم التوفيق دي ممكن تحصل له وممكن لا، يعني ممكن يجي النادي الاهلي يحصل له توفيق كبير جدا ويمشي والدنيا تمشي معاه. لو مستر مانو جوزيه ما كانش عنده توفيق في الاول ما كانش هيعمل الانجاز اللي ده حصل، برغم ان هو مدرب كويس جدا ومدرب عالمي واحسن من المدربين اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. تمام، فانا قلت لك البدايات بتبشر بالخير. طيب هل التوقف ده في صالح النادي الاهلي بامانه؟ بأمانة يعني وجهة نظر أنا لا. لا وجهة نظر أنا لا. مش في صالح النادي الأهلي. أنا أحسن لي كلاعب. أصل أنا قلت كده والله يا كابتن مصر، والله أنا قلت كده. معرفش مين كان قاعد ضيف معايا وقال لي كابتن جمال عبد الحميد مشاكس على طول، كابتن جمال عبد الحميد. قلت له التوقف ده مش في مصلحة النادي الأهلي. هو مش مصلحتنا خالص عشان اللعيبة